بلغت الأربعين فهل ترى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. بلغت الأربعين فهل تراني سأقطع مثلها فيما سيأتي لأن الموت يخطف كل يوم أناسا ما دروا معنى الحياة فظنوها نعيما ليس يفنى فضاعوا بين لهو وانفلات وها أنا ذا إله الكون مرات عقود أربع فيها عظاتي فأعظمها مشيب قد غزاني لينذرني بأن الموت آتي ويدعوني لألزم نهج حق بعصر فيه شتى المغريات ويخبرني بأن العمر ولى فوا أسفي على عمري وذاتي ويا لله كيف فأضعت حقا ولم أحسن وقوفا في صلاتي وما بادرت نحو صيام نفل ولم أقم الليالي الخاليات وذكر الله قد قصرت فيه وكنت أراه أصلا للثبات فيا نفسي على ماذا التمادي وفيما أنت رافضة نجاتي كأنك ما علمت أن ربي عليم بالخواف المضمرات كأنك ما شهدت دفن نفس وكنت ضمن آلاف النعات كأنك لن تذوق الموت قسرا ولن تلجي بقبر في فلاتي كأنك لن تجوزي ذات يوم صراطا قطعه من أمنياتي كأنك ما قرأت عن حساب وميزان لأعصر سالفاتي كأنك ما قرأت عن سعير ونار قد أعدت للعصاة ولم تدري عن الجنات حتى أضعت نهج عباد تقاتي أراك قد بلغت تمام عمر وأدركت الأشد من الصفات فيا نفس استفيقي ليس يجدي إذا ما مت غير الصالحات وعودي نحو رب العرش حتى تنالي الفوز من بعد الممات وقولي مثل ما في الوحي ربي لقد أوليتني كل الهبات فأوزعني لأشكرها دواما فإن لها فيوضا آسراتي ووفقني لأن ترضى بفعل فهذا الأمر في الدنيا مواتي وأصلح لي إله الكون نسلي فإني تائب ما عدت عاتي وأصلح لي إله الكون نسلي فإني تائب ما عدت عاتي.